أهل مدينة نصر الأهلي الشيخ زايد والزميلة هنا أبو القاسم. مساء الخير يا هنا. برحب بيك يا كابتن أيمن وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وبضيوف حضرتك الكرام. يعني من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد هنقل لكم الأجواء. الأعضاء بالفعل بدأوا التواجد في النادي، يعني كعادة أعضاء النادي الأهلي بيحبوا يشاهدوا المباريات داخل النادي، بيكون في أجواء الحقيقة أكثر من رائعة. الحقيقة أن الإدارة التنفيذية والمدير العام للنادي طبعا اللواء محمود الفيشاوي عاملين مجهود كبير جدا، يعني موفرين 5 شاشات لعرض المباراة، كل ده طبعا توفير الراحة خدمة أعضاء النادي الأهلي، ده على صعيد الاستعداد للمباراة. أما عن الأجواء، الحقيقة إن في أجواء أكثر من رائعة داخل النادي، يعني مليانة بالحماس والترقب. جميع الأعضاء منتظرين بداية المباراة اللي هتحدد صاحب المركز الثالث واللي هيحصل على الميدالية البرونزية بين طبعا بطل أفريقيا ونادي القرن النادي الأهلي وبطل أمريكا الجنوبية الفريق البرازيلي بالميراس. طبعا بنتمنى كل التوفيق لفريقنا النهاردة. الحقيقة كنت بتكلم مع بعض الأعضاء قبل مباشرة، جميع الأعضاء حاسين بالفخر، يعني يكون تنافس النادي الأهلي على المركز الثالث أو الرابع عالميا ده في حد ذاته إنجاز كبير الحقيقة. يعني وكالمعتاد بقى النادي الأهلي بيشرف الكرة المصرية والكرة الإفريقية. كمان الأعضاء على قدر يعني عارفين كويس جدا المباراة أكيد هتكون صعبة ومشتهلة خالص، يعني إحنا بنلعب بطل أمريكا الجنوبية اللي كان مرشح بقوة على التأهل للنهائي، لكن من جانب آخر هم عندهم ثقة كبيرة جدا في لاعبين ورجال النادي الأهلي، إن شاء الله هيكونوا قد المسؤولية وقد المهمة دي ويختموا بقى البطولة والأداء الكبير اللي عملوه طوال البطولة بالتتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، يعني ويقفوا على منصة التتويج لأن منصة التتويج بتليق بكيان النادي الأهلي العظيم. دي كانت أبرز الأجواء داخل النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد. مع حضرتك يا كابتن لو عندك أي استفسارات العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا للزملاء الأعزاء مريم سميح وفاروق صلاح وهنا أبو القاسم.